السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، هقول لكم النهاردة كده معلومة طبية إن شاء الله بإذن الله هتفيدكم الناس اللي بتسأل على ثبات الوزن. ثبات الوزن وأنا بعمل دايت وبرضه مفيش نزول في الوزن، الحرق مش عالي، أعمل إيه؟ باخد علاج كتير، باخد أدوية كتير ومفيش برضه فايدة. أحب أقول لك إحنا نبهنا الموضوع ده قبل كده في فيديوهات التخسيس اللي بتابعيها معانا، ونزلنا حلقات كتير عن الدايت والتخسيس، وقلنا النظام الغذائي وقلنا الأدوية المستخدمة وكلمناكم على التمارين الرياضية. النهارده بقى هكلمكم على مشكلة ثبات الوزن مع الدايت والتخسيس. قلنا قبل كده نقص يعني فيتامين د بيسبب برضو يعني ثبات في الوزن، يعني الوزن ما يقلش حتى لو انت عملت ايه. كمان تعرضنا برضو لمشاكل الغدة، وقلنا لازما لو في حاجة في الغدة لازما نعالجها. العادات الغذائية السيئة اللي بتسبب ثبات في الوزن هي قلة شرب المية. احنا اتفقنا ان احنا معدلنا اليومي 3 لتر مية يوميا، بقى لازما عشان تحلي مشكلة ثبات الوزن لازم شرب 3 لتر مية يوميا. ده كله هيساعد وظائف الجسم اللي هي تقوم بوظائفها كاملة، مفيش هيبقى فيه تخزين للمية، لان انت كده لما بتقللي شرب المية الجسم بيدي تنبيه للي احنا معرضين لجفاف، فيبدأ الجسم داخليا يخزن المية فيبدأ الوزن يزيد. تاني عادة اللي هي الملح. الملح لما بيكتر في الاكل احنا برضو بيبقى عندنا زي ثبات في الوزن، والجسم يبدأ لما انت تاخدي ملح وتشربي ميه بيبدا الجسم يخزن الملح ويخزن ميه كل شويه لما بتبدي تاكلي الملح. طيب عشان نتغلب على مشكله الملح دي نقللها شويه، احنا مقدارنا اليومي 200 ملي جرام من الملح يوميا، يعني بلاش بقى الاكل والحاجات بالملح دي، ممكن نستبدلها بالبهارات، بالليمون، بالتوابل، الحاجات ديت هتغلب على مشكله ثبات الوزن. يبقى الميه، الملح، اخر حاجه الامساك. الامساك برضو من ضمن المشاكل اللي بتسبب ثبات في الوزن. نحاول ندخل في اكلنا الالياف اللي هي الملينات الطبيعيه، بلاش نستخدم القراص عشان ما نتعودش عليها، نحاول نعمل رياضه. الحاجات دي كلها بتفيد في مشاكل الامساك وبتحل مشاكل ثبات الوزن. ان شاء الله باذن الله هتابع معاكم فيديوهات كتير عن التخسيس والدايت ومشاكل البشره والشعر. ان شاء الله باذن الله هنكمل معاكم الفيديوهات في معلومات مبسطه جدا. معاكم دكتور حسام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.